طيب تعالوا نروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد بجدد تحيه كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان بعد فوز النادي الاهلي على فريق الاسماعيلي مع مدرب النادي الاهلي كابتن سامي قمصان. بقول لك مليون مبروك، 3 بونت جم في وقتهم كنا محتاجينهم. شوط اول للنسيان وانا اعي هذه الكلمه، شوط اول للنسيان. الشوط الثاني نبني عليه تغييرات ما شاء الله، قلبتوا الجيم لصالحكم، احرزنا هدف والثاني كمان. الاول طبعا تحياتي الكابتن ايمن وضيوفه، ومبروك طبعا جمهور النادي الاهلي. مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، ودايما مباراه الاهلي والاسماعيلي دايما مباراه قمه ومباراه كبيره، لكن اعتقد يعني لو كانت الامور احسن وملعب افضل اعتقد كانت يعني الماتش يليق بيه كده، يعني نكون في ملعب افضل من كده. حاله ارضيه برج العرب اعتقد صعبه جدا جدا، يعني كان اول مره نشوف الملعب بالحاله ديت، يعني يمكن اثرت على الاداء مش لينا بس، والاسماعيلي برضه نفس القصه. اعتقد الحمد لله الشوط الثاني استغلنا ارضيه الملعب بقى لصالحنا، يعني الحمد لله قدرنا نشتغل 4-4-2 صريحه ونشتغل كور طويله على مروان ويقدر يلعب الكره الثانيه، نلعب الكره الثانيه، واعتقد جبنا منها الهدف الثاني والتحرك برده الثاني الاولاني لمحمد شريف. اعتقد الحمد لله كان عندنا افضليه، لكن خلينا نقول المباراه انتهت الحمد لله، تدينا دفعه قويه طبعا لمباراه فيتا قبل السفر وتدينا ثقه اكتر، واعتقد بعد عودة برضو اللعيبه اللي ما كانتش موجوده النهارده يعني اعتقد هتدينا دفعه قويه. يمكن النهارده يمكن برضو حاله من الحاجات اللي احنا بنعاني منها، يعني ان عدم الاصابات اللي موجوده، يعني يمكن النهارده 3 باكات ليفت مش موجودين، يعني سواء علي، ايمن، وحيد، طاهر مش موجود، عندنا طبعا غيابات كتير يعني. لكن دايما احنا ما بنحبش نتكلم عن الاعذار يعني، لكن اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه ديت ان شاء الله يرجع لنا علي وايمن وطاهر، وان شاء الله يكونوا اضافه لينا، وان شاء الله نروح بكل قوتنا ان شاء الله مباراه فيتا ان شاء الله نحقق فيها المكسب باذن الله. الشوط الثاني لعبنا بفرودين مروان وشريف، افشلنا بيلعب جناح واجايي جناح و4 4 2 وقلبتوا تكتيكين المباراه لصالحكم. بيكهام في الباك ليفت وقف وعمل اداء ما شاء الله عليه الى حد ما كويس جدا، ما بيلعبش في مكانه، ورغم الغيابات قدرتوا تفوزوا على الاسماعيلي. هنقفل الصفحه ولا هتتكلموا النهارده مع اللعيبه على مباراه الاسماعيلي؟ لا خلاص، انت اتكلمت الحمد لله، انت خدت المباراه اللي انت عاوزها، يعني الحمد لله مكاسب كبيره جدا من المباراه، اهمها 6 نقاط مهمه جدا، مكاسب كبيره جدا النهارده. برضو صلاح محسن تهديف، مروان محسن بياكد برضو النهارده حالته كويسه، محمد شريف الحمد لله برضو من حالته كويسه نفس القصه، جونيور برضو بيواصل سلسله اداؤه برضو الطيب، ديانج والسوليه ما شاء الله، بدر وياسر برضو بنفس القصه دي، وهاني طبعا عاملين اداء كويس، الشناوي كالعاده يعني. فاعتقد الحمد لله دي اجابات نبني عليها طبعا المباراه القادمة، يعني لان زي ما قلت دي صفحة وانتهت، لكن الاهم بالنسبة لنا والاهم لجمهورنا الفترة الجاية ان شاء الله المباراة فيتا، وان شاء الله احنا بنوعدهم ان شاء الله احنا رايحين ما قدمناش غير المكسب بس ان شاء الله، وان شاء الله هنرجع من فيتا ان شاء الله بمكسب كبير ان شاء الله لينا ان شاء الله. شخصية النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ اكد على هذه المقولة، انا رايحين الكونغو رغم الاجواء الصعبة، ولكن شخصية النادي الاهلي لازم تكون موجودة في هذه المباراة، قادرين على تحقيق نتيجة ايجابية في الكونغو. انا عارف المباراه صعبه جدا والاجواء صعبه جدا، ولكن النادي الاهلي طبعا زي ما انت قلت شخصيه النادي الاهلي وكابتن سيد اتكلم فيها، ودايما بنتكلم، ودايما طبعا الكابتن ايمن ودوفو بيتكلموا عن النقطه دي. هو ده النادي الاهلي في الامور الصعبه، في المواقف الصعبه بلاعيبه النادي الاهلي بتثبت اللي هي قدر اللي هي تعمل اللي الصعب. فاعتقد الحمد لله ان شاء الله، واحنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا، وعندنا ثقه كبيره جدا ان احنا هنعمل ان شاء الله نتيجه كبيره ونحقق المكسب ان شاء الله في الثلاث مباريات اللي لينا ان شاء الله، واعتقد ان شاء الله ان شاء الله يكون عندنا افضليه ان احنا ان شاء الله نكون اول مجموعه كمان باذن الله. بكره في تمرين، يوم الجمعه اجازه، السبت في تمرين الصبح، وبعد كده هنسافر الحد والاثنين تمرينتين، هنلعب الثلاث التمرينتين حد واثنين كافيين في ملعب زي دوت في اجوزه ديت؟ اعتقد كافيين بالنسبه لنا كافيين، لكن انت برضو عارف ومهم جدا، وطبعا كابتن ايمن وضيوف هيتكلموا في النقطه دي، اللعيبه المصريه برضو لما بتلعب تمارين كتير على الملاعب اللي هي الانجليزي الصناعي اعتقد بتاثر شويه عليهم، لان عندنا برضو لعيبه كتيره يعني، فمهم جدا ان انت برضو تاخد الاحساس اليومين دول، اعتقد كافيين ان شاء الله، اعتقد لان كل الملاعب الموجوده كمان في الكونغو ملعب نجيل صناعي يعني، فاعتقد ان شاء الله كافيين، وان شاء الله زي احنا عملنا كده قبل كده في لما لعبنا في فاقس ريف في الجزائر، وعملنا برضه قبل كده فيتا، فاعتقد ان شاء الله تكون تجربه برضه نكررها تاني، وان شاء الله تنجحها ان شاء الله. هينضم لينا علي معلول، هينضم لينا طاهر محمد طاهر، هينضم لينا
أيمن أشرف، هيفرقوا معانا في القايمة اللي مسافرة؟ طبعا هيفرقوا معانا، والنهاردة برضو الحمد لله برضو النهاردة ناصر كان موجود، برضو إضافة قوية برضو بالنسبة لنا يعني. فأعتقد الحمد لله إن كلنا مستعدين، وكل اللعيبة عندها استعداد اللي هي تروح تقاتل عشان ترجع إن شاء الله بثلاث نقاط، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق فيها بإذن الله. بإذن الله، ومن اليوم مبروك فوزكم النهاردة، وبإذن الله بإذن الله ترجعوا منصورين بإذن الله من الكون. بإذن الله بإذن الله. شكرا. كابتن أيمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي. لكل جماهير النادي الأهلي، نقفل صفحة الإسماعيلي ونركز في مباراة فيتا كلوب اللي هتكون يوم الثلاثاء في درجة حرارة عالية جدا، مفيش أعذار بإذن الله بإذن الله بإذن الله. كل لاعبي النادي الأهلي وجهازهم يرجعوا منصورين بإذن الله من الكونغو، شخصية النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله، ونرجع منصورين بإذن الله من الكونغو. عودة لك من جديد، تفضل.